أنا أود أن نحذر هذه المسلسلات، أو على الأقل إذا كان لابد من مشاهدتها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، قضية المسلسلات أصبحت قضية خطيرة تهدد مستقبل الكثير من الأزواج، كما جاء في دراسات غربية صدرت من جامعات عالمية. أنا أمامي هنا دراسة تحذر من مشاهدة المسلسلات الرومانسية، لأنها سبب رئيسي اليوم في كثرة حالات الطلاق. يعني والله شيء، وبخاصة نحن الآن في رمضان، شيء محزن أن هذا الشهر أصلا هو شهر القرآن. يعني الله تبارك وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو شهر ينبغي أن يكون القرآن هو السائد، هو الذي يشغل عقولنا في هذا الشهر، وليس قضية المسلسلات. لذلك أنا يعني لن أخوض في الجانب الفقهي، ولن أعطي فتوى تتعلق بهذا الموضوع، لأن هناك مجالس فقهية متخصصة في هذا المجال. أنا سأعرض الدراسات العلمية وأترك للمشاهد الكريم أن يشغل عقله ويختار ما يحقق مصلحته. الدراسة التي أمامي هنا أجرتها جامعة هيريوت وات في اسكتلندا، وجدت أن كثرة مشاهدة المسلسلات وبخاصة الرومانسية تدفع الأزواج لتوقع المزيد من الإيجابيات غير الواقعية في علاقاتهم الزوجية في هذه الحياة. يعني الزوج الذي يرى هذه الممثلة تقوم بدور مثالي نموذجي، ولها شكل نموذجي وسلوك نموذجي وكلام محدد، هذا الكلام تدربت عليه مرات كثيرة حتى أتقنته، هذه المشاهد يتم تصويرها والتدرب عليها وعمليات إخراج لتؤثر في أدمغة الرجال، لتعطيهم صورة خيالية عن الزوجة أو عن المرأة، فعندما يأتي للواقع لا يجد هذا الكلام. لاحظتم أيها الأحبة الصورة التي ترسم في دماغهم تجعل هذا الدماغ يتوقع شيء إيجابي من زوجته، شيء مثالي، شيء خيالي يشبه هذا المسلسل، فلا يجد هذا في الواقع لأنه بالفعل غير موجود. حتى هذه الممثلة التي تراها أنت أمامك وهي تخوض دورا فيه الحب والعشق والهيام وكذا، انظر إلى بيتها، تجدها قد تزوجت وطلقت وتزوجت وطلقت، تجد حياتها الواقعية العملية مليئة بالمشاكل. إذن ما تراه ضمن هذه المسلسلات والأفلام لا يمت للواقع بصلة أبدا. لذلك كثرة حالات الطلاق في أمريكا وأوروبا دفعتهم لإجراء دراسات ليعلموا كيف تزداد حالات الطلاق وما هو السبب. يعني هذه الدراسة أحبتي في الله أجريت على 40 فيلم رومانسي، طبعا في تم إنتاجها في هوليوود عام بين عامي 95 و2005، من 1995 إلى 2005.
انظروا إلى دقة هذه الدراسة أيها الأحبة، وجدت أن العديد من المشاكل التي يشكو منها الأزواج في جلسات الاستشارة الزوجية قبيل الطلاق، هذه الجلسات تتم، تتماشى مع المشاكل التي تطرحها هذه الأفلام. إذن هذا الفيلم أو هذا الموقف أو هذه المشكلة أثرت في عقل الرجل. الدماغ يقوم بتخزين هذه الصور المثالية ويبحث عنها في الواقع، فعندما لا يجدها تنشأ المشاكل بين الزوجين. أحد أهم أسباب حالات الطلاق عدم فهم الرجل للواقع، عدم فهم الرجل لطبيعة المرأة. يظن أن ما يشاهده في الأفلام يجب أن يجده في الواقع الذي يعيشه، وهذا الأمر غير صحيح، لأنه أصلاً الأفلام والمسلسلات تصور لك شيء آخر مختلف تماماً، لا يمت بصلة للواقع أبداً أيها الأحبة. طبعاً تقول الدراسة إن الأفلام والمسلسلات الرومانسية هذه غالباً ما تقدم لنا علاقة مثالية بين الرجل والمرأة، يظهران على درجة عالية من التفاهم، ويكون عبر إشارات وإيماءات معينة تنطبع في العقل الباطن للرجل، فيبحث عن هذه العلاقة المثالية المصطنعة الوهمية الغير حقيقية التي رآها في المسلسل، يبحث عنها في الواقع، للأسف لا يجدها. الدكتور بايرن هولمز من هذه الجامعة ومن فريق البحث ماذا يقول؟ يقول إن الاستشاريين عادة ما يتلقون شكاوى من الأزواج بسبب سوء فهمهم لبعض. أحيانا صدق أو لا تصدق، بعد 20 أو 30 أو 40 سنة من الزواج تشتكي الزوجة أو الزوج يقول لك نحن غير متفقين، نحن لا نحب بعضنا. لاحظ لماذا؟ لأن كل واحد منهما من خلال الأفلام والمسلسلات التي تابعها في حياته يبحث عن صورة مثالية، هو يبحث عن صورة مثالية للزوجة، والزوجة تبحث عن صورة مثالية للرجل التي شاهدته من خلال هذه المسلسلات، وهنا تبدأ الصدامات والمشاكل. طيب أخي الحبيب، أختي الفاضلة، فكروا معي للحظة، نحن عندما نتابع أخبار الفنانات والفنانين، الممثلين والممثلات، ماذا تجد؟ تجد أنه طلق ثم تزوج، مشاكل بينه وبين زوجته، بينها وبين ابنتها، بين ممثل وابنه، مشاكل كثيرة، لأن هذا هو الواقع حقيقة، لأن عندما تدخل إلى الواقع ترى الواقع الحقيقي المختلف تماما عما تشاهده في التلفزيون أو في الإنترنت. خطورة هذه المسلسلات أخي الحبيب أن الدماغ يتفاعل معها على أنها واقع، ما رأيك؟ تصوير الدماغ بجهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي أثبت أن الدماغ يتفاعل مع هذه المسلسلات ويعتبرها كأنها واقع ملموس. الدماغ لا يميز أن هذا تمثيل وهذا واقع، لا يتفاعل. لذلك تجد أن الذي يتابع هذا المسلسل يبكي، يفرح، يتألم مع ألم البطل أو البطلة، تجده يتفاعل كل أنواع التفاعل، الحماس، الاكتئاب، الحزن، يحزن، يتأثر. وهذا طبعا من يتابع هذه الأفلام ويتأثر بها يعلمون هذا الكلام. ما سبب هذا التأثر؟ لأن الدماغ يعتبر أن هذا الأمر الذي تشاهده هو جزء من الواقع. عندما تذهب للواقع العملي ترى العكس تماما، لأن الواقع مختلف تماما أيها الأحبة. لذلك هنا تظهر خطورة متابعة هذه المسلسلات. نحن لا نتحدث عن رمضان فقط، في رمضان وخارج رمضان. لذلك يقول الدكتور
هولمز السبب عادة لاعتقادهم، يعني سبب الخلاف بينهم، أنهم يعتقدون أن الحب الحقيقي قادر على جعل الشريك يفهم ما يريده الآخر، مثل التلفزيون تماما، بدون الحاجة إلى الطلب منه أو منها. نفس هذه الصورة نجدها في الأفلام الرومانسية خلال دراستنا. طبعا هذا الكلام للباحث بايرن هولمز. وجد أن هذا الرجل الذي طلق زوجته أنه كان يبحث عن مواصفات شبيهة بالأفلام التي شاهدها والمواقف التي تفاعل معها من خلال هذه المسلسلات الرومانسية. فعندما لم يجد هذا في الواقع، وكذلك الزوجة ينطبق عليها، حدث سوء التفاهم وحدثت المشاكل وحدث الطلاق أيضا. رئيسة قسم تحليل ونقد الإعلام في كلية الاتصال الجماهيري بجامعة أريزونا تقول: قمنا بدراسة مماثلة عام 1990 قبل عصر الإنترنت، وقالت إنه من الصعب تحديد أسباب الدوافع الرومانسية في الإنسان، وآثار الأفلام الرومانسية ما زالت غير مؤكدة، إن النقاش ما زال مستمرا حتى اليوم. النقاش حول حقيقة الدور الذي تلعبه أفلام العنف مثلا في التأثير على سلوك الإنسان، لأن البعض يعتقد أن هذه الأفلام، وأنا أقرأ لكم حرفيا ما تقوله هذه البروفيسورة، تقول إن البعض يعتقد أن هذه الأفلام ما هي إلا وسيلة للتنفيس عن الحزن أو العنف أو الغضب الذي يمتلكه الإنسان في داخله، وهذا شيء جيد، ولكن الحقيقة يعني هذا الأمر أيها الأحبة غير صحيح. تماما مثل الذي يدخن، عندما تدخن سيجارة تظن أنك تعالج بها الحزن أو الاكتئاب أو الغضب، لا، تبين أنها تزيد الحزن وتزيد الانفعالات بالإضافة لأمراض أخرى تعلمونها يسببها الدخان. طبعا هذه الباحثة تلقي باللوم في فشل علاقاتها الشخصية مع الرجال على هذه النوعية من الأفلام، وتحذر الناس من مشاهدة الكثير منها. يعني صحيح أن الدراسات قليلة في هذا الجانب أيها الأحبة، وهناك دراسات تؤكد هذا الأمر ودراسات لم تجد شيئا، ولكن الثابت علميا أن دماغك أيها الإنسان يتفاعل مع كل ما ترى. من هنا روعة الإسلام، أنه أمرك أن تنظر إلى ما أحل الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يجب أن تغض البصر عما حرم الله، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن هذا الأمر الإلهي أخي الحبيب هدفه أن يضمن لك الحياة السعيدة المستقرة. فالنظر إلى النساء في هذه المسلسلات يجعل خلايا الدماغ تخزن هذه الصور وهذه المواقف، يخزنها الدماغ ويعتبرها حالة مثالية ولكن حقيقية. عندما تأتي للواقع تجد أن الواقع مختلف، مختلف تماما. من هنا تنشأ هذه المشاكل. لذلك يعني أنا هنا يحضرني أو تحضرني آية قرآنية، الله تبارك وتعالى يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون. إبليس من الغاوين، الذي انسلخ عن آيات الله بعد أن آتاه الله هذه الآيات فكان من الغاوين. الملحد هو من الغاوين والعياذ بالله. الشعراء من يتبعهم؟ الغاوون. طيب لماذا؟ أنا أريدك أخي الحبيب أن تحلل هذه الآية في دماغك. الآن لا نريد أن نفكر
موضوع الحلال والحرام نريد أن نحلل بشكل علمي مؤقتا فقط. لماذا حرم الله معظم أنواع الشعر؟ تأملوا معي. والشعراء يتبعهم الغاوون. طب لماذا يا رب؟ يجيبك الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ ألا ينطبق هذا على المسلسلات والتمثيل بشكل عام؟ هذه المسلسلات الناس الممثلون فيها يقولون ما لا يفعلون، يعني كل واحد يقول شيء لا يفعله في حياته العملية، ويهيمون في كل وادي. الشاعر يتنقل من الهجاء إلى المديح إلى الذم إلى مديح الكأس والخمر مثلا، إلى الحب إلى العشق، إلى يتنقل من وادي لآخر. الممثل كذلك يمثل دور الإنسان الفاضل ثم دور اللص مثلا، يعني فتجد أنه يتنقل من وادي لوادي ومن دور لدور ويقول ما لا تفعل. لذلك نحن ينبغي ألا نتبع مثل هذه المسلسلات، لأن القرآن حرم اتباع الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون. طبعا هنا استثناء، إلا الذين آمنوا منهم. المؤمن الذي لا يتكلم إلا بالحق هذا نتبعه، يعني إذا كان هناك إنسان مؤمن نتبعه، أما ما تبقى فأنت الخاسر أيها الإنسان. لذلك أحبتي في الله مثل هذه الدراسات يعني والله نحن نتحدث هنا عن آلية تتم في الدماغ نحن لا نعلمها. الذي يلعب على هذه الآلية منتجو هذه الأفلام يلعبون بعواطف البشر ليحققوا المزيد من المشاهدات. البروفيسور مارتن كاوي من كلية إمبريال يقول: عند وقوع الإنسان في الحب فإن أجسامنا تمر بسلسلة متصلة من العواطف والانفعالات، حيث إن الحب يفضي إلى بعض الآثار الجسدية والعضوية الواضحة، فحدقة العين تتسع، اليدان تتعرقان، ضربات القلب تزداد، هرمون الأدرينالين يتدفق بسرعة في الجسم. طبعا هذا الأمر يؤدي إلى مشاكل في أجسامنا، ما يسمى بالعشق. أنت عندما تشاهد هذه المسلسلات بشكل لا شعوري أخي الحبيب، أنا أتحدث الآن علميا، جسدك يتفاعل مع حالة الحب هذه التي تراها، أو حالة الأكشن والغضب، أو حالة الحماس، أو حالة الحزن التي تراها أمامك في هذا المسلسل أو هذا الفيلم أو هذا المقطع، جسدك يتفاعل معها. هرمونات تفرز، ضربات القلب تتسارع، وكل واحد عندما يشاهد مثل هذه المسلسلات يراقب نفسه ليجد أن جسده يتفاعل. نتيجة هذا التفاعل تجده يبكي أو يحزن أو يضحك أو ربما يفرح أو يكتئب. إذن هذه المسلسلات تؤثر عضويا، تؤثر فيزيائيا على أجسامنا، فينبغي التحذير منها. إذا أردت أن تعيش حالة جيدة وحالة يعني هادئة، لا تشاهد المسلسلات نهائيا ولا هذه المقاطع. احرص على مشاهدة المقاطع التي ستنفعك يوم موتك. وأنا أقدم لك أخي الحبيب تقنية بسيطة للامتناع عن مشاهدة الأفلام والمسلسلات والمقاطع هذه التي أدمن الناس عليها اليوم. تقنية بسيطة: في أي لحظة يجب أن تتخيل نفسك
أن الموت قد جاء. نحن أحبتي في الله على موعد مع الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لقاء مع الموت، هذا اللقاء ينبغي ألا يغيب عن ذهنك. إذا كان لديك لقاء اليوم مع شخص مهم، تعد الساعات والدقائق متى ستلتقي مع هذا الشخص المهم أو شخص عزيز إلى قلبك. فكيف لقاؤك مع الموت وهو لقاء محتم ومؤكد؟ أكثر لقاء مؤكد في حياة أي إنسان لقاؤه مع الموت. تخيل الآن وأنت تشاهد هذا المسلسل وتندمج معه وتتفاعل مع الأحداث الوهمية والصور الخيالية التي يرسمها، حيث إن هؤلاء الممثلين يلعبون بكيمياء الدماغ لدينا، كيمياء الدماغ، فنتفاعل معهم، نبكي ونحزن ونفرح وكذا. تخيل وأنت تشاهد هذا المنظر أن الموت يأتيك. بالله عليك، هل هذه نهاية سعيدة بالنسبة لك؟ بينما تخيل بالمقابل أنك تستمع لكلام الله، أجمل وأعظم وأحلى كلام يمكن أن يعني تدخله إلى دماغك، كلام الله سبحانه وتعالى، أو أنك تشاهد مقطع فيه موعظة، فيه تفسير لآيات القرآن، فيه حكمة قرآنية، فيه حديث نبوي، فيه تدبر لهذا القرآن. نحن الآن نتدبر القرآن من خلال هذه المقاطع يعني. فتخيل أن الموت يأتيك وأنت تستمع لكلام الله، كم هذا الأمر جميل. تخيل أن الموت يأتيك وأنت ساجد لله سبحانه وتعالى بين يدي الله، حيث إن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الطريقة التي هو يحبها سبحانه وتعالى. تخيل أنك مندمج مع هذه الأغنية مثلا أو مع هذا المسلسل وتتفاعل معه بشكل كبير، وجاء الموت، ما هو موقفك؟ أن يختم لك بهذه الخاتمة التي أكيد لا ترضي الله، لأن الله قال لنا وإنه عن القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سوف يسألني الله ويسألكم عن القرآن، ماذا فعلنا به؟ هل تدبرنا القرآن؟ هل فهمنا القرآن؟ ماذا فعلنا في هذا القرآن؟ طبعا أيها الأحبة، دعوني أعود لهذه الدراسة، دراسة ممتعة يعني. هذه الجامعة السكوتلندية وجدت هذه الدراسة أيها الأحبة أن مشاهدة أي فيلم تراه أمامك لابد أن الدماغ يتفاعل معه حسب الموقف الذي يصوره هذا الفيلم أو هذا المسلسل. أحيانا الأفلام الضاحكة مثلا تؤدي بدماغك إلى إفراز مادة الدوبامين، هرمون السعادة، ولكن الإفراز المفرط لهذه المادة يؤدي لإرهاق الدماغ. لذلك تجد الذي يدمن على مشاهدة المسرحيات الضاحكة والأفلام والمقاطع هذه يصاب بعد ذلك بملل واكتئاب وينحرف باتجاهات أخرى، لأن الدماغ أصبح عاجزا عن إفراز المزيد من هرمون السعادة. لذلك لا تترك دماغك يفرز هذا الهرمون إلا في المواقف التي أنت تحبها، يعني عندما تكون بين أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، مع أبيك وأمك، عندما تكون في هذه المواقف حاول أن تتكلم بكلمة طيبة، حاول أن يعني تتحدث بموعظة. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أنا أكرره كثيرا، يحذرنا من كثرة الكلام بغير ذكر الله. فكثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب،
وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي أيها الأحبة. طيب الاستماع لكلام خارج ذكر الله أيضا قسوة للقلب. عندما تستمع وتشاهد هذه المسلسلات تؤدي إلى قسوة في القلب، يعني لا تضرك فقط في حياتك الزوجية أو في حياتك الاجتماعية بل وتؤثر على سلوكك، بل أيضا هناك مشاكل في القلب، مشاكل في الدماغ، وهناك أيضا ذنب ترتكبه وأنت تشاهد هذه المسلسلات، لأن يوم القيامة الإنسان يتحسر على كل ثانية أنفقها خارج ذكر الله، كل ثانية ضيعها كذا، لأن الوقت قصير. والله أيها الأحبة الدنيا قصيرة جدا، يوم القيامة هو يوم، هذا اليوم عندما تعيشه ستكتشف أنك عشت في الدنيا ساعة فقط. الله تعالى يقول في سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يعني كل هذه الدنيا وهذه المتع التي تراها كلها وهم، ستجد أنها عبارة عن ساعة. فهذه الساعة وهي حياتك الدنيا يجب أن تستغلها أولا في ذكر الله، في الدعوة إلى الله، في العمل الصالح، في صلة الرحم، الإحسان لمن حولك وللناس، الصدقة، أعمال البر كثيرة جدا، حفظ القرآن، تدبر القرآن. نحن لدينا جهل كبير، لدينا أمية في تدبر القرآن، يجب أن تفني عمرك في تدبر القرآن لتكون في الآخرة من الفائزين، لأن هذه الدنيا والله أيها الأحبة قليلة جدا. أنا شخصيا ليس لدي وقت، يعني لا أعرف كم الوقت المتاح، ولكن أريد يعني أن أقدم أي معلومة ينتفع بها الناس وتكون صدقة جارية لي بعد موتي. أنت كذلك قدم أي معلومة للآخرين، افعل أي عمل ليكون رصيدا لك عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أحبتي في الله أيضا هناك دراسات أخرى وجدت أن الذي يشاهد أفلام العنف التي فيها عنف وتثير الغضب تؤثر أيضا على كيمياء الدماغ وتطور لدى الإنسان سلوكا عدوانيا. لذلك نجد أن معظم الذين يقومون مثلا باغتصاب أو بجرائم قتل أو بحالات يعني جرائم معينة، عندما درسوا بدقة أسباب هذا التوجه وجدوا أن هذه الأفلام والمسلسلات التي كانوا يشاهدونها تحرض على العنف. طيب لماذا تجعل نفسك أخي الحبيب ضحية هذه المسلسلات، وما هو ما هي الفائدة يعني؟ يعني أنا إذا جلست 10 سنوات أشاهد هذه المسلسلات لن تقدم لي معلومة، لأن كل المعلومات وهمية، انتبهوا، لا يوجد شيء واقع في هذه المسلسلات أبدا، كلها معلومات وهمية مثالية تمثل وجهة نظر المخرج والمؤلف فقط وليس الواقع، لأن الواقع ليس هو شخص، الواقع فيه ملايين الأشخاص يتفاعلون مع بعضهم. فأنت في هذا المسلسل تأخذ وجهة نظر مخرج ومنتج وكذا، فريق صغير من الذين يقومون بهذا العمل يعملون على إثارة المشاعر والعواطف لجلب المزيد من الناس وتحقيق مشاهدات أكثر فقط. هم لا ينتبهوا ولا يهمهم المعلومة العلمية، لا يهمهم أن يقدم لك معلومة علمية أو فائدة أو موعظة، لا، هو يبحث عن الربح المادي. لذلك نحن لا نتجنى عليهم، يعني اليوم يقول لك هذا الفيلم أو هذا المسلسل أو هذا حقق 50 مليون أرباح، هذا حقق 20 مليون مشاهدة، هذا كذا، هم هذا تقييم يعني
تقييمهم هم يعني وليس تقييمنا. فلذلك أحبتي في الله أنا أود أن نحذر هذه المسلسلات، أو على الأقل إذا كان لابد من مشاهدتها ينبغي أن تكون لديك المعلومة أن كل مشهد تشاهده يترك أثرا في دماغك، هذا الأثر يبقى حتى تموت، لأن الدماغ يخزن البيانات والمعلومات والمشاهد. فأحرص أو اختر ما تدخله لدماغك عبر البصر وعبر السمع، لا يدخل إلى دماغك إلا ذكر الله والموعظة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. صدقني ستعيش حياة هادئة مطمئنة. الذي يعيش أيها الأحبة مع القرآن، أنا أقدم الآن لكم بديلا عن هذا، أنا انشغلت فترة بالموسيقى واللهو وغير ذلك، ولكن والله عندما أكرمني الله بأن أدخل في عالم القرآن العظيم أمضي حياتي استماعا وتدبرا وتلاوة وفهما وتطبيقا لكلام الله تبارك وتعالى، فأنا عندما تركت هذه الأشياء ودخلت في عالم القرآن، عالم التدبر، عالم جميل جدا أيها الأحبة، والله كمية السعادة التي أعيشها لا أستطيع أن أصفها لكم. أنا أمامكم الآن نموذج عملي، عندما تركت اللهو وغير ذلك وبدأت حياتي كلها عبارة عن القرآن، هموم صفر تقريبا، إلا طبعا لا تخلو، كل إنسان لديه بعض المنغصات أحيانا، ولكن القرآن يحل كل المشاكل. أي مشكلة تعترضك أخي الحبيب حلها في القرآن، أي هم، أي نقص، أي ضيق، أي مصيبة تجد علاجا لها في القرآن. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إذن هذا علاج، إنا لله وإنا إليه راجعون هو علاج. عندما تمرض وتقرأ هذا القرآن صدقني أنك ستتعافى. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن أيها الأحبة يعطيكم طاقة إيجابية هائلة جدا، غير موجودة في الواقع وغير موجودة لا في مسلسلات وغيرها، لأن المسلسلات تعطيك وهم ثم ينعكس اكتئابا وحزنا، وكما رأينا في هذه الدراسة كثرة حالات الطلاق سببها متابعة هذه المسلسلات، وبخاصة النساء اللواتي يتابعن هذه المسلسلات يعني يترسخ في أذهانهن صورة مثالية للرجل، هذه الصورة غير موجودة في الواقع، وبالتالي من هنا تنشأ أيضا المشاكل الزوجية. لذلك أخي الحبيب إذا أردت أن تعيش الحياة الهادئة المطمئنة الحل هو القرآن. القرآن هو الشفاء، وهو حل لمشاكلك، وهو حل لأحزانك. يكفي عندما تحزن أن تتذكر قول الله تعالى عندما قال حبيبنا لأبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا. هذا قانون أيها الأحبة، قانون علاج الحزن أسميه أنا، كلما أصابك حزن قل لا تحزن إن الله معنا، وتذكر، وكأن النبي هو الذي يخاطبك ويقول لك لا تحزن إن الله معنا، تذكر أن الله معك قريب منك، الله يشاهدني الآن ويشاهدك وأنت تشاهد هذا المقطع، وقريب مني ومنك أكثر من نفسي، الله تعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليك من شرايين جسدك. عندما تصادفك أي مشكلة، أي أذى، أي ضر، تعلم أنه لن يكشف هذا الضر إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. عندما يضيق رزقك تتذكر قول الله وتقرأه
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كل مشاكل وهموم العصر علاجها في القرآن أخي الحبيب. لذلك هل يعقل أنك تترك القرآن، تترك هذا الكتاب العظيم الذي هو نور، الذي هو يخرجك من الظلمات إلى النور، الذي هو كتاب يأتي يوم القيامة يدافع عنك، يحاجج عن أصحابه، يدافع عنك، يأتيك نور في القبر؟ هو القرآن. القرآن يضيء القبر. القرآن يعني هو نور لك في الدنيا وسعادة في الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا هذا، ولنجزينهم أجرهم في الآخرة يعني بأحسن ما كانوا يعملون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. القرآن هو الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن هو الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذلك أخي الحبيب هذا القرآن هو اطمئنان لك، يحميك من الشر في الدنيا والآخرة، شفاء لك. وهل أجمل من أن تموت يأتيك الموت وأنت تقرأ القرآن؟ فيجب أن تكثر من قراءة القرآن، يجب أن تكثر من تدبر القرآن لتضمن إن شاء الله النهاية السعيدة، أن الموت عندما يأتيك وأنت في أفضل حالة، وأنت تدعو إلى الله وتتدبر القرآن وتحاول أن تنشر هذا العلم النافع. أما أن يأتيك الموت وأنت تتابع هذه المسلسلات وتتفاعل معها وتنظر إلى ما حرم الله، لأن هذه المسلسلات طبعا تتضمن، لابد أن تتضمن أشياء حرمها الله، حرم النظر إليها، ثم إن دماغك ينطبع فيه هذا الكذب وهذا التصوير الخيالي الذي هو بعيد جدا عن الواقع، فتلوث دماغك وتلوث حياتك وتضيع وقتك وتضيع آخرتك أيضا. لماذا؟ ماذا ستكسب؟ لا شيء. يعني لو كان هناك مكسب معين يمكن أن يكون لديك مبرر، أما المكسب هو لا شيء أخي الحبيب، هو فقط آلة الشيطان. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لذلك أخي الحبيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا جميعا، وأن يبعدنا ويبعد شر هذه الأفلام والمسلسلات عنا، وأن تكون حياتنا نقية خالصة لله تعالى، أن تكون حياتنا مثل حياة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي وصفته السيدة عائشة بقولها كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فإذا أردت أن تعلم من هو النبي اقرأ القرآن، إذا أردت أن تتعرف على أخلاق النبي فاقرأ القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا، وأن يجعله حجة لنا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.